أنا اسمي بشار زعرور، درست فنون في نيويورك وعم نشتغل هلأ مشروع جرافيتي لمؤسسة القطان، وعبارة عن دعاية لمسابقة الفنان الشاب بيعملوها كل سنتين. احنا اخترنا الفكرة هاي، هي الود فيجر، هي كثيم للمشروع تبعنا، هي طبعا اشي معروف بالوسط الفني بتعبر عن الفن، واخترناها انها تقلد فكرة المعارض اللي راح تنعمل في الفينيوز او الخمس مواقع اللي راح ينعمل فيها المعرض. هاي مثلا هي راح تكون للنحت، عن معرض النحت. عملنا اكم من واحدة، في اشي عن الرسم، اشي عن الفيلم ميكينج، اشي عن الاوديو، وهيك مجموعة لوحات. كان عندنا اجتماع مع المؤسسة اللي بنشتغل له بالمشروع هذا وكان لازم نطلع بكاركتر بسرعة، يعني خلال نص ساعة كان عندنا اجتماع معهم ولازم نعطيهم الكاركتر هلا. فكلنا صلنا يوم بنفكر ومش طالع معنا اشي، ففكرت انا شوي، بعرفش، كنت اطلع على الانترنت وهيك، فطلع معي الكاركتر هذا، فرجيته لبشار عجبه، رحنا على الاجتماع برضه عجبهم، عملنا هيك كم من سكتش وزبطت. انا محمد حمايل، حاليا انا بصور لسامي وبشار شغلهم، بوثق فيه. إلنا كم يوم من طارد سوا في البلد هون في رام الله. هاي القطعة الأخيرة اللي بيشتغلوا عليها، وجزء من ثيم الأكبر تبع المسابقة للفنان الشاب. يعني الشغل يعني ماشي، الشباب كثير متحمسين لشغلهم، كثير بيشتغلوا فيه. البلد شوي غير، يعني في ناس ما بتفهم ليش في ناس بترسم، اشي مستفز شوي يعني، بس بدك تكمل الصورة. يعني كانت في قطعة امبارح، يعني كثير عشان كانت على الشارع مشغول، كثير ناس اجت، كثير ناس كانت تعلق، ولا اليوم بتعلق، يعني بتمرق، اللي بيقول لك ايوه ادهنوا ادهنوا، او بيجي ارسم يا فنان او اشي، يعني تعليقات بايخة بتحسها مرات. بس يعني بتشوف الصور هاي، يعني الصراحة احلى من كثير شغلات بيسووها يعني معظم الناس. يعني اللي بكاتب لي فلان مرة من هنا او اشي يدمر حياتي او اسير الاحزان، زلمة واحد بده يسوي اشي حلو للبلد. فالواحد بيشوف شغلات زي هاي، يعني بتفائل انه يعني احنا مش بس ناس هيك عايشين، لا، برضو احنا ناس عنا ابداع وعنا فنانين وكتاب وشعراء وناس في عندها اشي تعطيه، يعني مش مجرد مستهلكين للثقافات وكذا، برضو احنا بنخلق ثقافتنا هيك، برضو احنا بنشارك بصياغة ثقافتنا هيك وتاريخنا هيك. على امل نشوف شو بصير في هالشغل، نشوف اذا فعلا بتحرك الناس ولا لا، ونقول في الاخر يا ساتر استر علينا. يعني